بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب دكتورنا الدكتور احمد ثابت. مساء الخير يا دكتور، ازي حضرتك؟ مساء النور، تحياتي لحضرتك، واكيد وشرف ليا التواجد مع كابتن اسامه وكابتن هاني وكابتن شريف وكابتن عادل. اكيد تحياتي لحضراتكم كلكم، وبالتوفيق باذن الله للنادي الاهلي. اهلا وسهلا بيك. منور يا دكتور. منور يا دكتور. شكرا. في البدايه هنبدا هنستعرض كده مقارنه، نذكر الناس بالارقام بتاعه النادي الاهلي ونادي الوداد بدايه من دور المجموعات، من اول ماتش في دور المجموعات لغايه نص النهائي. دور المجموعات احنا لعبنا فيه 3 و3 6 مباريات، ولعبنا فيه دور الثمانيه ماتشين يبقى 8، وماتش نص النهائي يبقى هنقارن ما بينهم في 9 مباريات ما بين النادي الاهلي وما بين نادي الوداد. اول حاجه معانا طبعا النادي الاهلي هو الاقوى خط هجوم، لو استعرضنا الارقام هنلاقي النادي الاهلي مسجل 12 هدف، والوداد هم الفرقتين اقوى خط هجوم في البطوله، سواء النادي الاهلي او نادي الوداد الاثنين مسجلين 12 هدف. تاني حاجه استقبلت شباكه اهداف بالنسبه لخط الدفاع، الوداد اللي هو اللي على اليمين على الشاشه والنادي الاهلي اللي هو على الشمال استقبلت شباكه 9 اهداف، النادي الاهلي دخل شباكه 5 اهداف فقط. اذا النادي الاهلي على مستوى الدفاع اقوى بكل التاكيد، حافظ على نظافه شباكه، يعني الكلين شيت بتاع الوداد ماتشين بس من 9 في دوري ابطال افريقيا، وبرده في الدوري ماتشين من 8. اذا الوداد عنده مشاكل دفاعيه كتير. الاهلي 4 ماتشات من 9 كلين شيت. نيجي بقى ده على طبعا الارقام على المستوى الدفاع، نيجي بقى لمستوى صناعه الفرص. الدوري حضرتك قلت ماتشين من 8 من ساعه ما مسكهم جاموندي. من ساعه ما مسكهم جاموندي. فاذا الارقام على مستوى الدفاع الكلين شيت هم يعني ما بيخرجوش كلين شيت كتير. بالنسبه لصناعه الفرص، النادي الاهلي صنع اكتر فرقه في دوري ابطال افريقيا صنعت فرص، 20 فرصه محققه. نادي الوداد صنع 17 فرصه، وده رقم كويس برضو بياكد ان هم على المستوى الهجومي قدراتهم كويسه. على مستوى اهدار الفرص الفرقتين بيضيعوا كتير، النادي الاهلي اكتر فرقه ضيعت في دوري ابطال افريقيا 11 فرصه، على مستوى الوداد برضو ضيعوا 10 فرص. اكتر لاعب مضيع في الوداد بديع اوك، واكتر لاعب مضيع في النادي الاهلي جونيور اجاي. ده 3 فرص وده 3 فرص. هنستكمل بقيه المقارنه، برضو نذكر الناس ان المقارنه اللي قدامنا دي منذ بدايه دور المجموعات لغايه نص النهائي. نيجي لمعدل الاستحواذ على الكوره، النادي الاهلي هو اكتر فرقه بتستحوذ على الكوره، متوسط الاستحواذ بتاعه 56%، 55.9 يعني 56%، نادي الوداد 51%. اذا الاستحواذ بتاع النادي الاهلي اعلى. متوسط التمريرات في المباراه الواحده النادي الاهلي بيعمل 377 تمريره، مقابل الوداد بيعمل 307، يعني فرق 70 تمريره في الماتش. وبرده معدل الاستحواذ فرق حوالي يعني 56 ناقص 51، يعني فرق 5%، رقم كبير. نيجي برضو لمعدل المحاولات على المرمى، النادي الاهلي اعلى رقم في البطوله، اكتر فرقه بتروح على الجون 10 و9، يعني النادي الاهلي بيعمل 11 محاوله على المرمى في الماتش الواحد، اما نادي الوداد بيعمل 9 محاولات. اذا الارقام برضو بتاكد ان هم قريبوا، ارقامهم قريبه بالنسبه للنادي الاهلي على المستوى الهجومي، لكن على المستوى الدفاع هم بعيد. على مستوى المهاره هم احرف مننا على المراوغات الناجحه، هم بيعملوا 7 و9 يعني 8 في الماتش الواحد، احنا بنعمل 7 يعني قريب، بس هم برضو على مستوى المراوغات الناجحه عندهم اسماعيل الحداد، عندهم بديع اوك بيزودوا لهم المراوغات الناجحه. بالنسبه للكروت الصفراء الوداد حصل على 16 كارت مقابل 15 كارت للنادي الاهلي. نيجي نبص لمعدل برضو ارتكاب الاخطاء مع الكروت الصفراء، طبعا هم عشان كان مدربهم جريدو كان بيعتمد اكتر على الجانب البدني، بيعتمد على العنف اكتر، فكان دايما بيرتكب اخطاء اكتر. نكمل الاحصائيه اللي بعد دي، هنلاقي نبص نلاقي ان هو بالنسبه للكروت الحمراء النادي الاهلي حصل على كارت واحد كان لايمن اشرف، الوداد ما حصلوش على ولا كارت احمر من اول مباريات دور المجموعات. نيجي لارتكاب الاخطاء، هنلاقي ان هم بيرتكبوا 20 خطا في الماتش الواحد، رقم كبير. يمكن الرقم ده قل بعد رحيل جريدو، لان جريدو كان بيلعب اكتر على الجانب البدني. النادي الاهلي بيرتكب 16 خطا في الماتش الواحد. بالنسبه للحصول على ركلات الجزاء، النادي الاهلي حصل على 4 سجل الاربعه من بدايه دور المجموعات. الوداد اخذ 3 ركلات جزاء، سجل 2 وضيع واحده اللي هي صدها محمد الشناوي في المباراه السابقه. نيجي للارتكاب ركلات الجزاء، طبعا الوداد ارتكب ركلتين جزاء، وده برضو بيأكد على ضعف خط الدفاع بتاع كل الارقام، وان النادي الاهلي ارتكب ركله جزاء واحده، فكل الارقام اللي هي اللي بنستعرضها اللي هي المقارنه ما بين ارقام الاهلي والوداد بتأكد ان الوداد على مستوى الهجوم جيد او مميز على مستوى الهجوم، ولكن ضعيف جدا على مستوى الدفاع. هو ارقامه على مستوى الهجوم قريبه من النادي الاهلي، ولكن على مستوى الدفاع هو بعيد جدا.